كلمة محمد في حلقة جديدة من لعبة دكتور كرافت إنسون. النهاردة هوريكو باتي اللي أنا بنيته في القرية دي. الحلقة اللي فاتت كنت في جزيرة مش عارفة أعمل فيها إيه، كنت على لبر الجو دي، كنت كل ثانية أموت، كل ثانية أموت، أتنفس أموت. النهاردة هوريكو البيت بتاعي، والقناة بتمر أزمات. في 90% أو 100% بيشوف الفيديوهات ولا بيحط لايك ولا بيشترك ولا بيعمل أي حاجة ولا حتى بيفعل الجرس. هل هيحصل لك حاجة لو دوست على علامة الاشتراك الحمراء؟ سؤال. ويحصل لك حاجة لو دوست على اللايك، على علامة اللايك؟ أكيد لا. طبعا كلكم شفتوا البيت وراي، وياب هو ده البيت اللي هناك، ده هو ده البيت اللي انا عملته سيرفايفل. والله هو تقريبا شلني، بس اللي شكله حلو ممكن في المستقبل احط هنا 2 دايموند. انا شكلي هندم ان انا بنيته في القريه دي. وهنا الدور الثاني، هنا الكنبه الطويله اللي ملهاش نهايه تقريبا، وهنا لسه احط شاشه التلفزيون، يعني حاجات جامده. بس والله الكرويين قرفوني، كل 5 دقايق يخش، كل 5 دقايق يخش، عيروني القرويين دول. وانت بتنفش على السير بتاعي تاني، روح نام في بيتك. انا الشيستات فاضي، ممكن اموتك عشان كل البيوت بايظة، يعني لو مسكتوش هتاخدوا الجزمة احسن، احسن برضو. والشمع اللي في دماغي دي، ما علينا. نجيب الاكل، نجيب الاكل. ياب ده البيت بتاعه. النهارده ان شاء الله هننزل كهف. ثواني، ايوه يا عمي هننزل كهف وان شاء الله نلاقي دايموند. حرفيا الموارد بتاعتنا ولا حاجه حرفيا، وان شاء الله نلاقي حاجة. واللي مش هيعمل اشتراك هموته كمان. تفعيل الجرس هياخد بالجزم. يلا بينا. يا رب الله دايما بقى. ايه اللي خلاني اروح القرية دي يا شباب؟ ده مفيش ولا اي حاجة هنا من شمال. طب والله لا اطلع اروح ادور في مكان تاني، لا هموت. ايوه على الارض اهو، خلصت من المايه الرخمه دي. خلينا نطلع اروح اشوف لاي منطقه تانيه انزل بيها كف. حرفيا القريه دي حظها بسم الله ما شاء الله. تهيألي انا لمحت في منطقه هناك، لمحتها. ايوه هي، ايوه هي دي، في منطقه هناك كده لمحتها القرية بتهيألي. ايوه هناك، نشوف في هناك خشب كتير. انا كنت بركب مركب في منطقة كنت بروحها كانت مليانة خشب. خلينا ننزل هنا نجيب الشفل بتاعنا اللي شكله كده هيرفيها. وكمان محتاجين نلاقي دايما لو سمحت. تعالى انزل على الطابة 11 عشان دايما الطابة 11 بيكون فيها دايما. يا دي الليلة السودة. سوري متهيألي ده ريفين. شوف ده كهف. انا انتوا مستقصصيني يا جدعان، مستقصصيني. الاستهبال في البيت اول حاجة ده افتكر مكان البيت عشان بيحصلش في مجموعة دي كرافت. انسى مكان البيت والسلسلة كلها تبوظ. ايوه فحم هتحف فحم عشان انا اصلا مبيش واو كمية الفحم الجامدة دي. بس عاوزين ايرون، عاوزين نتشل عشان كده اتشل. يا عم المية الرخمة دي انا هجيلي شلل،
شلل. يا دي الليلة السودة. ايوه كده اخيرا. ارتحتوا؟ ارتحتوا؟ انا والله العظيم هتشيل من المية. المية وكمان حطوا لي مية في صورة اللعبة. في ايه؟ ما المية في ماينكرافت؟ اللعبة مليانة مية. صحيح في الحقيقة مليانة مية. وقفش للدرجات مليان. ايه ده لسه نقطة؟ لا لا بيحمل بيحمل. كمان في مطر. مش عارف اقول بس ارحموني. خلاص الحلقة قربت تنتهي وانا لسه ما شفتش ولا كهف ولا كهف. شايفين الحظ؟ شايفين ايه رايكم في الحظ بقى؟ قيموه من 10. مع النفس دي 10 من 10 عشان حظ معفن. يما والله الفحم كتير. نقدر نصنع كام درجة؟ ثواني نصنع شوية ستكات بقى. ستك ستك يعني ما اقدر اصنع 80. وات الواحدة بتدي كام؟ اه الواحدة بتدي 4 بتدي كتير. نصنع بكله، نصنع بكله شمع معانا 50 وستاك ستاك و50 حباية. كويس نقدر نشمعك مكانه كده. يلا بينا بقى نشوف حظنا. بسم الله ما شاء الله يعني.